مساءكم سعيد مستمعي إذاعة فولتر من بروكسل، مرحبا بكم إلى لقاء جديد مع برنامج تمس الذي يبث مساء كل يوم ثلاثاء. بعد قليل غادي يلتحق بي زميل ديالي سي أحمد ثابت، الضيف ديالنا هذا المساء لاعب دولي سابق، لاعب اللي خلى الأثر ديالو في الملاعب الوطنية وكذلك رفقة المنتخب الوطني، وهو حاليا كيدرب واحد الفريق عزيز على المغاربة اللي غادي نتكلموا عليه بعد قليل. ضيف ديالنا هو سي محمد جبران. مساء الخير سي محمد. مساء الخير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المشاهدين الكرام. الناس اللي كيتبعوا معنا هذا المباشر بالإمكان ديالهم باش يوجهوا الأسئلة ديالهم، خاصة الغيورين على فريق شباب الريف الحسيمي، اللي عنده شي سؤال 0032 483 185 293. سي محمد جبران، ربما كاين ناس اللي ما كيعرفوكش اللي ما تفرجوش فيك، هذه مناسبة باش تعطينا واحد ورقة تعريفية موجزة. كورقة تعريفية لمحمد جبران اللي بدأ المسيرة ديالو في كرة القدم منذ سن 6 سنوات، يعني في مدرسة فريق المغرب الرياضي الفاسي، بطبيعة الحال على يد يعني الخبير الدولي والخبير المغربي الحاج عبد الرحمن السليماني، واللي تلقيت معاه واحد التكوين اللي هو كان واحد التكوين مستمر، واحد التكوين على أعلى مستوى، كان له تأثير على يعني على التجربة ديالي اللي جيتها من بعد كمدرب. من بعد يعني تدحرج فئة فريق المغرب الفاسي، كان لي الشرف أنه مثلت الفريق الوطني المغربي في جميع الفئات ديال المنتخب الوطني، سواء المنتخب الوطني للفتيان كنت هداف ديال الفريق، المنتخب ديال الشبان والتتويج بكأس إفريقيا سنة 1997 وهي أول كأس إفريقيا للمغرب في هذه الفئة، كذلك المشاركة في كأس العالم بماليزيا رفقة الفريق الوطني للشبان، ثم الالتحاق بالمنتخب الأولمبي، وكذلك سنة 2004 استدعاني للمدرب بدو الزاكي للالتحاق بالفريق الوطني الأول، وشاركت في مجموعة المقابلات منها المقابلة ضد لوكسمبورغ وكذلك ضد النيجر اللي كنت سجلت فيهم أهداف دولية. كذلك يعني كلاعب لعبت مع مجموعة من الفروق، منها فريق المغرب الفاسي، فريق حسنية أكادير، اتحاد طنجة، فريق يعني النادي المكناسي، وداد فاس، وهذه كلها فرق تتنشط في الدوري يعني الأول، أنا ذاك النادي المكناسي كان في الدرجة الأولى، ثم التحقت في فريق يعني قوافي القفصة التونسي في الرابطة المحترفة الأولى، وفريقين في الإمارات، نادي العروبة ونادي حتى الإماراتي. هذه التجربة ديالي كلاعب. سي محمد، تكلمتنا على الوقت اللي كان عندك 6 سنوات، وذكرت واحد الاسم ديال الهرم من أهرام كرة القدم الوطنية اللي هو سي الحاج سليماني. الآن كرة القدم الوطنية افتقدت بحال هاد الرموز هادو لتدريب الفئات الصغرى، يعني شفنا حتى على مستوى الأكاديمية مثلا ما كاينش لاعبين كتار اللي نجتهم. شنو هو المشكل؟ فالمشكل بالنسبة لي واضح، لأنه خاصة أنه التجربة خلتني نوقف على مجموعة يعني من أماكن الخلل اللي كاينة في هذا الموضوع بالذات، واللي هي كفكرة عامة واضحة بشكل مفصل. لماذا تلقوا أنه الفئات السنية دائما فيها واحد الخلل، وهو واحد الخلل اللي هو استراتيجي. أنا تنرجعوا بالأساس أنه دائما الاهتمام تيكون بالفروق ديال النخبة، تنهضر من جميع النواحي وخاصة من الجانب التأطيري. دائما تنردو داك المدرب اللي تيدرب في البريمير ديفيزيون هو أحسن مدرب، لأنه وصل أنه يدرب في البريمير ديفيزيون. دائما تنردو داك المدرب اللي تيدرب في الدوزيام ديفيزيون راه أحسن من المدربين اللي تيدربوا في الفئات الصغرى، وبالتالي أصبح يعني التأطير في داك الفئات يعتمد بالأساس على مدربين اللي هما مبتدئين، وهذا خطأ استراتيجي في التكوين، لأنه باش غنعطيو حنا لذاك الوليدات
اللي هما غيكون عمرهم 6 سنين 7 سنين بمختلف الفئات، غنعطيوهم لواحد المدرب اللي هو غير متمكن او في بدايته، يمكن هذا المدرب انه يخدم واحد الدور ديال التنشيط، او انه يكون رفقة واحد المدرب اللي عنده واحد الخبرة كبيرة، وبالتالي الهامش ديال الخطأ في داك الاطفال الصغار غيكون عندنا قليل وقليل بزاف، وغيتلقى واحد التكوين اللي هو على اعلى مستوى. تنظن ان هذا هو الخلل المباشر اللي كاين في هذه الناحيه، الا كنا تنشوفوا يعني في الدول الاوروبيه واللي هي رائده في التكوين، فتتشوف المدربين من طينه الكبار انهم تيدربوا فروق ديال الفئات الصغرى، مدربين من طينه يعني الكبار تيدربوا في الفروق ديال الهوات، ذلك انه الاحترام اللي تيحضاوه يعني كمدربين في ذاك الفئات هو نفس الاحترام اللي تيحضاوه كمدربين في القسم الاول او مدربين في اقسام احترافيه. وهذا هو الشيء اللي خص انا في يعني في يعني بكل تاكيد متاكد منه خص الجامعات تعمل عليه، وهي يعني في صدد انها يعني بكل تاكيد راها عملت عليه، لانه راها بعثات يعني لجميع الانديه ديال القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني يعني بواحد القواعد اللي هي صارمه، انا تنتمنى التطبيق ديالها في اقرب وقت، اللي غتخلي انه جميع الفئات غتتمتع بواحد المؤطرين اللي عندهم تجربه كبيره. هذا ما تنبعدوش به داك المؤطرين اللي هما هاد بداو، هذوك المؤطرين غيكونوا تيخدموا بمعيه هاد المؤطرين اللي عندهم واحد التجربه كبيره، وبالتالي بحال تتوقع بينهم داك لاباساسيون، وبالتالي مع كسب التجربه يمكن داك المدرب انه ياخذ مسؤوليه ديال واحد الطفل اللي عمره 13 ولا 14 سنه، وما خصناش نغلطوا في التكوين ديالو. هذا كموجز يعني الفكره العامه من هذا الخلل اللي وقع في التكوين في كره القدم الوطنيه. سي محمد، اليوم الفيفا يعني اختارت المغرب باش تنظم ورشتين، ورشه لتكوين الهوات سون بريسيزي، الورشه الثانيه لتكوين الشباب، رغم ان يعني كاين ان كونفيزيون شباب والهوات. وشنو هي فرص النجاح الممكنه بالنسبه لهذا الورشه سي محمد؟ فهناك يعني باش نكونوا يعني صادقين ويعني ونقولوا جميع الكلام اللي خصو يتقال فيما يخص العمل اللي قامت به الجامعه الملكيه المغربيه، واللي اليوم من بعد يعني التألق ديال كرة القدم المغربية، وخصوصا أنه جوج ديال الفرق اللي هي مغربية فازت بكأس الكونفدرالية وكذلك بكأس عصبة الأبطال، يعني القوة اللي ولا اكتسبها المغرب يعني بفضل العمل الكبير والاستراتيجي اللي قام به السيد فوزي القجع، واللي كان بطبيعة الحال هو يعني متابعة للعمل اللي قام به صاحب الجلالة نصره الله في إفريقيا. هذا كل عمل جعل يعني مجموعة من الدول يعني تتحط المغرب من بين الدول الجد متقدمة اليوم في مجال في تطوير كرة القدم. يعني العمل كان جبار فيما يخص تكوين المدربين، كذلك فيما يخص تكوين يعني جميع الفئات السنية، وهذا عمل يعني غيكون له واحد الأثر كبير على هذه القاعدة اللي مازال ما تفعلش فيها يعني هذا العمل ككل. وبطبيعة الحال فالجامعة الملكية المغربية يعني قادمة على مجموعة من الأوراش، ومن بينها يعني الاهتمام بالفئات ديال الهوات بواحد الشكل اللي هو جدي، واحد الشكل اللي هو احترافي، حتى أنه ليكون الهوات هو مجرد اسم، ولكن في العمل فهو خصو يكون العمل فيه هو قاعدي، وخصو يكون فيه عمل احترافي. تنشوفوا انه الجامعه ولا الجامعه الملكيه يعني في التمثيليه ديالها ديال العصبه ديال الهوات خلقات يعني واحد الامر اللي كان فيه جدل، وهو تحديد ديال السن، لكن انا تنشوف انه تحديد السن هو في صالح كره القدم المغربيه، لانه كاين لاعب اللي تتكون في عمره 20 سنه تتكون في عمره 21 سنه وتتعطى له الفرصه انه يطور نفسه بواحد 3 سنوات في اقسام الهوات، ثم خصه في اقرب وقت يلتحق بالقسم الثاني وبالقسم الاول، تتعطى له واحد الفرصه اللي خصو يستغلها، وبالتالي لما استغلاش خصو يخلي المكان لواحد الشاب واحد اخر باش يتكون. وهذا كلها اوراش هي اللي خلات الجامعه الملكيه انها تفكر في شكل جدي، لانه الفيفا تنعرفوا انه ما غادخلش
على واحد المشروع الا اذا كان في صالح التكوين. وبعد الدراسه ديالها ديال المشروع المغربي لقات انه واحد يعني واحد الموديل يحتذى به، وبالتالي كانت يعني من السهل انه يعني فوزي القجع والجامعه الملكيه انه تمرر مثل هكذا برامج مع يعني مع اكبر هيئه كرويه في العالم. نتمنى ان شاء الله باش ينجح هذا الورش هذا باش تستافد كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى التكوين. غادي نخليو غادي نخصو حيزا كبيرا لبطولة الهواة، نمشيو نتكلمو على البطولة الوطنية الاحترافية. كيفاش كتشوف البطولة الوطنية حاليا؟ بطولة اللي هي كثيرة التوقفات سبب الإكراهات، من بينها المشاركة ديال الفرق المغربية في الاستحقاقات القارية. واش بالنسبة لك يمكن نتفاداو هالتوقفات البطولة ديالنا؟ فيما يخص توقفات البطولة باش نكونوا منصفين، البرامج العامة اللي وضعها الجامعة الملكية واللي وصلت لواحد الى اقصى مستوى من الاحتراف خلتنا تنشوفوا انه ما تلقاوش نفس المشاكل، وخصوصا في هذه السنه والسنه الماضيه نفس المشاكل اللي كانت تعرفها البرمجه. تنعرفوا انه في السنوات يعني الماضيه كانت دائما البرمجه محل انتقاد لجميع الانديه. اليوم شفنا انه في هذه السنتين الاخيرتين يعني هذه المسألة تطورت مع تطور ديال كرة القدم الوطنية، ولقينا أنه الأندية يعني رغم الإكراهات ديال الكؤوس الإفريقية ما تتوقفش البطولة بواحد الشكل مؤثر إلى استثنينا الفترة اللي عرفها ديال التوقف ديال الكوفيد. فباستثناء ذلك ورغم ذلك يعني الجامعة الملكية مشات بالبرنامج أنه كملت البطولة الوطنية في إكراهات اللي هي كبيرة، وهذا شيء يعني يحسب لها. كذلك خلات البطولة الوطنية تمشي بواحد التوازن، رغم أنه كان 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 داروا واحد المسألة اللي هي مهمة، هي خلاو الفروق بحال بركان وبحال فريق الوداد أنه ياخذوا واحد القسط من الراحة فاش كانت عندهم المواجهات ديال الإفريقية عكس السنوات الماضية، فما خلاوش يعني الفروق أنه تاخذ ذاك الراحة، وهذا كان مؤثر في إحرازها الألقاب. لهذا العام هذه الجامعة الملكية خلات الفروق أنها تلعب، ثم استدركات الموقف يعني بلاعب مقابلتين يعني مسترسلتين، وبالتالي تنلقاو دابا اليوم أنه جميع الفروق لاعبين 25 مقابلة، وهذا يعني شيء يعني جميل وجميل جدا، والنقاط ديال الفروق بيننا واضح انه المنافسه فين غاديه. المغرب الفاسي ضمن فرق الصداره، شو يمكن تقول لنا سي محمد؟ بطبيعه الحال يعني فريق المغرب الفاسي رغم انه ضمن فرق الصداره، لكن الظاهره اللي يمكن لي نهضر على البطولة الوطنية هي عودة ذاك الصراع الثنائي التقليدي على البطولة الوطنية، واللي كنا دائما تنسعوا أنه تنتفاداوه، ماشي لأنه ما غنبغيوش الرجاء ولا الوداد يفوزوا بالألقاب، بالعكس فهي فرق اللي مجتهدة وعندها قاعدة جماهيرية كبيرة، واللي بغى يوصلها خصو يخدم بحالها وخصو يجيب لعابة بحالها واللي ما لا يتفوق عليها ويدي البطولة. لذلك فهاد الظاهرة رجعت لنا هذا الموسم، هناك صراع ثنائي بين الرجاء والوداد، هناك ملاحقة فقط على الرتبة الثالثة بين فريق يعني الجيش الملكي كذلك فريق المغرب الفاسي وكذلك الفتح كذلك بركان، لأنه تلقوا بركان عندها 35، الفتح عندها 36، المغرب الفاسي 39. يعني الصراع واضح، جوج فراقي تيتنافسوا على البطولة، وكاينين واحد أربعة الفراقي إلى نزيدوا نقولوا خمسة ديال الفراقي اللي هما تيتنافسوا على الرتبة الثالثة والرتبة الرابعة. المغرب الفاسي يعني والرتبة ديالو يعني خصها ما تخفيش المشاكل اللي تيعيش هذا الفريق، لأنه هناك مشاكل في الفريق الأول، هناك 14 لاعب اللي لحد الآن لم يتم التجديد ديالهم، وفريق المغرب الفاسي إلى بغى يدير انتدابات فخصو يديرها بواحد الشروط معينة، وحتى يستخلص المشاكل اللي عنده مع الجامعة الملكية ومع الفيفا. يعني فيما خص مركز التكوين ولا مدرسة كرة القدم ليس هناك ملعب للتدريب، الفئات السنية يعني بداو تيصلحوا الملعب اللي هو ملعب واحد بالاساس،
وجميع الفئات تيشوفوا ملاعب اخرى اللي تيدربوا فيهم. الجو العام يعني فريق المغرب الفاسي ما تيعطيناش داك الفريق اللي تنبغيوه يكون كاملين. تنعرفوا ان مجموعه من الانديه الا شفنا غير الفروق اللي هما معاه في الترتيب تنشوفوا انه جميع الفروق عندها مراكز ديال التكوين، عندها اكاديميات، بركان عندها اكاديميه، الفتح، الجيش الملكي. لكن فريق المغرب الفاسي خصو يخدم على المؤسسه ديال فريق المغرب الفاسي، ما غنبقاوش حنايا غير نخدموا على الفريق الاول باش يبان انه راه كلاسه ثالث ولا رابع، رغم ان النظام العام يمكن يعطينا خلل في المستقبل ديال هذه المنظومه ديال الفريق الاول. خصنا نشوفوا فين وصلوا الفروق اللي خصنا ننافسوهم على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، خصنا نشوفوهم فين وصلوا. فريق المغرب الفاسي يعني يفتقد الى هذه الاشياء يعني بواحد الشكل اللي هو مخيف، واحد الشكل اللي هو مخيف. سي محمد يلتحق بنا اللحظه الزميل ديالي سي احمد ثابت. سي احمد مساء الخير. مساء الخير سي عبد الله، مساء الخير سي محمد، مرحبا بك معنا في راديو فولتير. نكملوا الحديث على الفئات السنيه. اشتغلتوا سي محمد، دوزتوا تاريخ كلاعب في جميع الفئات في المغرب الفاسي، فزتوا بلقب كاس افريقيا للشبان، مشيتي كتشتغل في نادي ديال نهضه بركان. كيفاش كتشوف الظروف الاشتغال في نهضه بركان؟ واش ممكن ان العمل اللي كيشتغلوا به في نهضه بركان فئات العمريه غيعطي واحد الامتداد طويل ديال نهضه بركان في المستقبل؟ يعني الى تكلمنا على فريق نهضه بركان فهو واحد المثال اللي هو يحتدى به، اللي غنبغيو مثلا جميع ديال الفراقي انه يمشيو في الطريق ديال واحد الفريق اللي كان تيلعب في واحد الاقسام الشرفيه، واللي الناس اللي كانوا معاه في داك الاقسام الشرفيه غاروا على المدينه ديالهم وغاروا على هذا الفريق ديالهم، وبقاو تيساعدوه بطرق احترافيه وبطرق اللي فيها الامانه. وبالتالي هذا الشيء اللي حقق نهضه بركان خلال سنوات قليله فهذا شيء يعني خصو يكون كمثال يحدد به الفريق المغرب الفاسي اللي خصو يدير نفس الشيء، ومجموعه من الفروق اللي مازال ما وصلتش واكبت هذه الفروق هذه اللي حققوا واحد الانجازات كبيره للانديه ديالهم. فريق نهضه بركان يتوفر على اكاديميه يعني بمواصفات عالميه، واللي فيها مركز التكوين وفيها شباب تيتكونوا وتيجيو من جميع انحاء المغرب باش يختاروا احسن العناصر وتيدخلوا في واحد التكوين اللي هو مستمر. كاين ملاعب، كاين مجموعه من الامكانيات اللي عند الفريق الاول، ملاعب ديال التدريب، يعني خدموا على الاستراتيجيه، ولات كاداره، ولات كمؤسسه، ولات كشركه قائمه الذات. وهذا يعني واحد المثال اللي هو يشرف كره القدم الوطنيه، ونتمنى يعني صادقين ان جميع الفرق يمشيوا في هذا المنوال هذا بحاجه واحده، هي الصدق والامانه، واللي تيغير على 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 فرقته بصح يبني المؤسسه ديال فرقته، ماشي غير عنده فرقه تيخلص اللعابه وتيلعب البطوله، لا، نبني المؤسسه ديالي، الدار ديالي، البيت ديالي نبنيه. وانا هذه هي الفكره اللي تنحب في كره القدم على العموم. طبيعة الحال سي محمد، الاسس ديال الفرق هي الفئات العمريه. سي محمد، كل الامكانيات الماديه، انتم لعبتوا في وقت ما كانش الامكانيات الماديه بزاف، كنا كنشوفوا مجموعه ديال الهدافين مثلا قبل منكم، كان سي فتح الغياتي، كان سي محمد جبران، كنمشيو للكناس كنشوفوا كاماتشو، كنمشيو نشوفوا مثلا في الجيش هداف غريسي، كان مجموعه ديال اللاعبين. شنو هو السر وراء اختفاء قناصين والهدافين في البطوله الوطنيه؟ فدائما غنرجعوا للتكوين، لانه اولا في كل مدينه تنعرفوا ان في كل مدينه كان هناك مجال يعني اللاعبين انه في خلال الطفوله ديالهم ياخذوا واحد المعارك اللي هي قويه في الاحياء من خلال المقابلات اللي كانت تتعرف واحد الدياليه كبيره، وبالتالي ظهروا مواهب يعني من قيمه يعني الجزار، من قيمه يعني فراس، عسيله، هادو مواهب الى رجعنا للتاريخ ديالهم، فكلهم يعني دازوا واحد التكوين اللي هو طبيعي، والموهبه ديالهم خلاتهم انه يبرزوا بواحد الشكل كبير، وبالتالي قدموا لنا واحد المستويات اللي هي كبيره ويحققوا ارقام، لانه فاش يكون عندك واحد المستوى كبير
بالتالي راه يمكن تنشوفوا رونالدو عنده واحد المستوى اللي هو عالمي، فهو تيحقق واحد الارقام اللي هي خياليه. اليوم تبدلت الامور باش ظهروا مجموعه من المدارس، ظهروا مجموعه من يعني من الملاعب، هناك كثره للملاعب، ولكن واش هاد الملاعب كامله تتخدم من التكوين؟ هذا سؤال. ولا انه داك الملاعب تيشدوها بعض الفئات واللي مثلا تيستغلوها من اجل يعني من اجل المال، من اجل انه نقلبوا على واحد الوليدات اللي غيخلصونا وما غنديروش التكوين. وبالتالي تنشوفوا انه المجموعه من الملاعب تتستغل اغراض اخرى، وتلقاو فقط يعني الانديه اللي هي عندها واحد لاستريكتور اللي هي منظمه، عندها واحد الاداره، وراه قلت الخير دليل، مثل الفتح، مثل الجيش، مثل الرجاء، مثل الوداد، هما الفروق اللي تيمكن لهم يستغلوا ذاك المساحه ديالهم لاغراض رياضيه. لذلك لازم انه نفكروا بهذه المساله بشكل جدي، لانه التكوين تيبقى هو شرف كره القدم المغربيه اللي غيخلينا نلقاو هدافين من هذه الطينه. والا إلا حيدنا الملاعب اللي كانوا تيلعبوا فيها في أيامات زمان، وحيدنا هاد الملاعب يعني المعشى وشابة بأغراض أخرى، ما غيمكنناش نكونوا واحد الجيل من يعني من البوساتي، ما غيمكنناش نوصلوا للأهداف اللي كانت ماركيها فارس، ويعني أسماء كبيرة اللي أنت ذكرتيها. سي محمد، كنزيدوا الدور ديال اللي كانت وزارة الشباب والرياضة كدير دوري الأحياء اللي كان هو عاوتاني كيكون عامر بالمواهب، كتبقى الفطره اللاعبين بالفطره وكيتاقلموا وكينضبطوا في دوريات الاحياء. نمشيو عند سي عبد الله اللي ممكن عنده مجموعه اسئله. تفضل سي عبد الله. سي احمد، يعني الحديث على البطوله الوطنيه وعلى التكوين يعني هذا كياخذ لنا وقت كبير، والجمهور ديال الحسيمه كله كينتظر يعني هذا اللقاء ديالنا مع السي محمد، وغادي نخصو حيزا كبيرا لفريق شباب الريف الحسيمي والهوات. ولكن قبل يعني نتكلموا شوية عن المنتخب الوطني. سي محمد، حاليا المنتخب الوطني تأهل المونديال قطر، تأهل بنسبة كبيرة لكأس إفريقيا التي ستجرى بالكوت ديفوار. المدرب أسأل كثيرا من المداد، واش يبقى ولا ما يبقاش، كاين اللي معاه كاين اللي ضده. واش بالنسبه لك المصيبه ديال المنتخب في المدرب ولا في الاستغناء على مجموعه من اللاعبين من البطوله الوطنيه؟ يعني اذا اعتبرناها فعلا مصيبه، لانه لازم هذا يعني هذا الامر نحللوه يعني من مجموعه من الجوانب. الجامعه عندما يعني تتعاقد مع مدرب فهي كمؤسسه تيكون عندها مع هذا المدرب عقد أهداف، وبالتالي إذا رجعنا للحالة ديال الوحيد فهو كان عنده أهداف واضحة ونجح فيها يعني 9.5 على 10، يعني الأهداف ديال الوحيد نجح فيها 9.5 على 10، لأنه العقد المبدئي اللي خصو يحترم العقد العام، لأنه هذه مؤسسات، المدرب راه مؤسسة، الجامعة مؤسسة. الجانب الآخر الجماهيري هذا يعني ممكن يكون عنده رأي بكل تأكيد، يعني أنا كمحمد جبران ما تيعجبنيش الأداء ديال المنتخب الوطني، ولكن هل واش أنا ضد أنه يمشي واحد ولا يبقى؟ هذا تيبقى سؤال يمكن لي نجاوبك عليه. أنا في البداية ديال أنني تنجاوبك عليه، الواحد حقق جميع الأهداف دياله، وبالتالي احتراما اولا المؤسسه ديال الجامعه الملكيه، انا تنشوف انه غير مناسب انه تم الاقاله ديال واحد قبل كاس العالم، لانه الا اذا كان هناك سبب وجيع عند رئيس الجامعه الملكيه غيكون تيعرفوا، حنا ما تنعرفوه، لكن الا كان لاسباب رياضيه فهي فكره يعني غير صائبه. انا هذا رايي يعني وتنحترم جميع الاراء، فكرة غير صائبة. واحد حقق الأهداف ديالو، تنختارفو في الطريقة ديالو، تنختارفو في التدبير ديالو للمجموعة، كان يمكن له يعني بما أنه يعني بمثابة المدرب خصو يكون بمثابة الأب كذلك، والحانون اللي غيمكن له يسامح، اللي غيمكن له يجمع
وبالتالي غنكونوا تنستافدوا هنا بجميع يعني من جميع القدرات ديالنا ومن جميع اللاعبين اللي هما جيدين امثال زياش وامثال العربي وامثال حمد الله، هادو كلهم كنا نستافدوا منهم. هذا اختلاف يمكننا نختلفوا معاه، لكن تيجينا هذا الاختلاف مع الظرفيه، القرب من كاس العالم، الرجل حقق الاهداف ديالو، وبالتالي اي مدرب غيجي فهو غيجي غنعطيوه واحد الفرصه ممكن تكون غير مستحقة، وممكن أنه نكونوا تنحيدوا واحد الاستحقاق لواحد الرجل اللي حقق الأهداف دياله. غادي نعود عند السي أحمد، ولكن قبل ذلك تحية للسي جبران الصغير. الله يبارك فيك السي جبران، هذا السي حمزة. نتكلموا شوية بمنطق ديال الحساب. قلتي نسبة للسي هاليلو زيتش حقق الأهداف ديالو بنسبة عالية، كنعرفوا أن الظروف شغلت لصالحه، مجموعة فرق استقبلناهم في المغرب، ألي وروتور في المغرب، واستقنا تأهلنا لكأس العالم، تأهلنا لكأس أفريقيا. نيت حطينا في المحك الحقيقي أمام المنتخب المصري، بان على أن المنتخب المغربي منتخب ضعيف، ما قدرش يجيري المقابلة، الضعف ديال التسيير وتدبير المقابلة من طرف المدرب الوطني. كيفاش غتشوف ان التواجد ديال هذا السيد في كاس العالم مع منتخبات يقام ويقعد لها، انه عندنا حنا كنتسناو مده طويله كنتسناو كاس العالم، حنا غاديين عارفين على ان المنتخب ما يقنعش، منتخب ممكن يتقصى في المقابله الاولى ولا الثانيه يخسر جوج ماتشات ويجي بحاله. انت كتشوفها تقني لان انت كتدافع على 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 وجهه نظر ديال جبران المدرب، ماشي جبران الانسان الرياضي اللي كيتفرج في الكره. انت كتهضر منطق ديال 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 انك عندك عقد حققت الاهداف ديالو خصو يبقى. كيفاش كتحلل لنا هذا المنظور سي محمد؟ هذا المنظور انا نحلله لك بشكل واضح، لانه هو ليس منظور كمدرب، لانه هذا منظور عام، وهي قاعده عامه خصنا نفهموا التوازنات ديالها. لانه مدرب حقق الاهداف ديالو كامله، ما تنتفقش معاه بتاتا، ومتفق معك 100% أنه وحيد خليلو زيتش لا يقنع، وحيد المنتخب الوطني ما تيقدمش واحد الكرة القدم مشرفة اللي غتخول له أنه يظهر واحد الوجه مشرف في كأس العالم. يعني المعطيات التقنية اللي تتعطينا المقابلات غتخلينا أمام واحد المنتخب اللي هو هش، هذا الشيء ما تنختلفش معك أنا فيه بتاتا. لكن واش هاد المعطيات يالله بانوا لنا دابا، ولا راه بانوا منذ نهايه كاس افريقيا؟ بانوا لنا في كاس افريقيا، اذا كان لازم نتخذوا واحد القرار اللي هو تحترم واحد الظرفيه معينه. وبالتالي من ذاك الوقت الى التحق مدرب اخر، تيمكننا فعلا نامنوا انه عنده واحد المجال، وان كان هذا المجال اللي هو صغير، لكن الا كان مدرب متمكن عنده واحد المجال انه يصنع لنا واحد المنتخب اللي غيوصل لكأس العالم، ذاك الشيء اللي حنا تنحلمو. لكن هل تظن السي أحمد أنه مدرب إلا جا في هذه الظرفية هذه وحنا على بعد يعني 4 أو 5 أسابيع من كأس العالم، أنه غيدير لنا ذاك الكرة اللي حنا تنتخيلوها؟ إلا كنا تنظنوا هذا الظن، راه ما تنهضروش على منافسة اللي سميتها كأس العالم. التغيير الآن يعني في ظل هذه المعطيات تنشوفوا من وجهة نظري أنه غير مناسب، يعني حتى المجموعه واخا غنحيد وحيد راه ما غيمكنناش نلقاو اكثر من هذا المستوى هذا، ما غيمكنناش نلقاو اكثر من هذا المستوى هذا، لانه الوقت ما عندناش فين غنراجعوا الحسابات، نراجعوا بزاف الحسابات، تنعرفوا ان واحد المجموعه راه الى عاشت واحد المده طويله راه صعب انه واخا يكون اللاعب مرغوب فيه، واخا يكون اللاعب مرغوب فيه لاعب او جوج او ثلاثه او اربعه يكونوا مرغوب فيهم، فهذا راه تيصنع واحد الخلل اللي ما غيبانش للجماهير، تيصنع واحد الخلل داخل المجموعه. واخا غيرجع زياش، يمكن هذا دابا اللي تيلعب في عوض زياش ما غيقتنعش بالرجوع ديالو، وبالتالي غتكون النفسيه ديالو غير مؤهله انه يعطينا واحد المنتوج اللي هو مناسب. تنعرفوا كره القدم ما غتلعبش غير بزياش، راه غنلعبوا بواحد المجموعه متكامله. وبالتالي انا قريتها من ناحيه الظرفيه، والوقت غير مناسب انه يمكننا
نحيدوا واحد في الظرفية. أما عن المستقبل فبكل تأكيد يعني تبين أنه يعني واحد ما غيمكلوش يعطي أكثر الفريق الوطني. وبالتالي أنا تنتمنى من وجهة نظري أنه المشاريع القادمة واللي هي غادية في الجامعة هي تكون أنه في إطار إعطاء الفرصة للإطار الوطني باش يثبت نفسه. تنشوفوا أنه كرة القدم المصرية نجحت مع الأطور الوطنية الرغم أنه اليوم كان الاختيار ديالهم خاطئ ومتسرع في اختيار إطار وطني غير يعني غير مستعد. فتنشوفوا أنه نجحوا مع الأطر الوطنية. نتمنى أنه كاين المدربين في المستوى العالي اللي يقدروا يعني يشدوا المنتخب الوطني واللي غيلقوا الإجماع تد الجماهير والحب والتشجيع ديال الجميع. هذا مطلب ديال جميع المغاربة السي محمد هو أن يكون إطار وطني وللشغل يعطينا توليفة ديال اللاعبين اللي غتكون كتعطي واحد النواه ديال المنتخب اللي ممكن يمشي بعيد طبيعه الحال بعقليه مغربيه اوروبيه متفتحه اللي غتعطي للكره الوطنيه واحد الباع طويل في في, في كره القدم. نرجعوا للمنتخب الافريقي المنتخب الوطني في كاس افريقيا. كنشوف السي محمد ان المنتخبات الافريقيه ولات متقدمه بزاف في كره القدم. المنتخب الوطني بحال اللي قلت قبيله نتائج كتغلف مجموعه ديال المشاكل التقنيه. حنا دابا ممكن نمشيو نشوفوا الترتيب على الصعيد العالمي كنلقاو المغرب متقدم على مجموعه ديال الدول الافريقيه، ولكن ملي كنجيو لارضيه الواقع كنلقاو مشاكل مع فرق بزاف. والدليل والمقابله الاخرانيه كان المنتخب منهزم تعرف الطريقه باش كيداروا تعادلوا وما كانتش مقنعه بتاتا الانتصار ديال المنتخب الوطني. بكل تأكيد يعني المنتخب الوطني يعني غير مقنع، أنا أتفق معك غير مقنع يعني بحكم يعني خاصة أنه وحيد كان دائما تغير يعني من مجموعة من المعطيات في الفريق، ما تنشوفوش واحد الفريق اللي هو ثابت، وبالتالي تكونت يعني دائما مجموعة من التساؤلات. هذا جعل يعني الفريق الوطني يعني تلقى يعني واحد المشاكل اللي هي كبيرة فيما يخص يعني التركيبة البشرية وكذلك فيما يخص الأداء. يعني نسيت بالضبط السؤال ديالك. السؤال على تقدم ديال المنتخبات الإفريقية من ناحية تطوير كرة القدم المنتوج الكروي ديالهم على المنتخب الوطني. فتطور كرة القدم الإفريقية يعني هذا شيء يعني واقع. تقدم يعني الفريق الوطني في الترتيب هذا لا يعنيش أنه الفريق الوطني بخير تقدم، لأنه ذكرت قبل أنه الفريق الوطني فهو لعب مع منتخبات اللي هي ضعيفة، يمكننا نقول على جل المنتخبات الضعيفة. واحد بكل تأكيد كان محظوظ أنه لعب المنتخبات داخل الأرض الوطن، وبالتالي التأهل كأس إفريقية والمشاركة فيها ما لقاش ذاك المحك حقيقي اللي غيخلينا نحكمه بشكل كبير على الفريق الوطني. وإن كان الأداء كان تأكدنا أنه ما غيمكنناش نلقى واحد الفريق الوطني اللي هو قوي، لكن التنقيط يعني اللي حرز عليه جعلوا أنه يتسلق هذه المراتب اللي هي ما خصناش نفكروا بها بواحد الشكل اللي هي جدي. التفكير الجدي اليوم هو أنه خصنا نتعاملوا مع المرحلة هذه بذكاء، نخليوا الفريق الوطني يعني مستقر ونفكروا في المستقبل بشكل جدي، لأنه خصنا نستغلوا وبسرعة العناصر والإمكانيات البشرية اللي عندنا اليوم باش الفريق الوطني يحرز كأس إفريقيا، لأنه راه ما ماشي في جميع الأعوام غنلقاو فرق تيلعبوا في يعني في فرق عالمية، وخصنا نجمعوا هاد القوى ديالنا باش نحققوا نتائج وخاصة كأس إفريقيا. سي محمد قلتي واحد جوج كلمات، تسلق المراتب وبسرعة، هذا ما حصل الفريق شباب الريف الحسيمي اللي غنرجعوا بعد الفاصل نناقشوا شباب الريف الحسيمي ومجيء ديال سي محمد جبران إليه. سنعود لكم سيدتي وسادتي بعد الفاصل وسنواصل إن شاء الله.